الصراع الاقليمي والدولي تونس استبيحت الى محل ماشي جديد الاستباحه نتاعها، لكن كرسها الاجراءات نتاع 25 جويليه اللي اتخذها الرئيس قيس سعيد، واصبحت بوضوح اليوم اللي احنا ساحه صراع اقليمي ودولي بين محورين. المشكله انه المحورين هذوما قاعدين ثم تغيرات اقليميه قاعدين نشوف فيها، وقاعدين يتصالحوا، قاعدين اليوم يتحاوروا، وقاعدين يتحالفوا بشكل جديد، لكن في تونس مازال مكرس هذا. يزورنا الوفد الامريكي نفرحوا يعني الناس الانصار يعني الجماعه ضد الانقلاب يفرحوا بزياره الوفد الامريكي، الا مع الانقلاب يعني يرفضوا هذه الزياره. بالعكس عندنا مشكله زاده في فرنسا، جماعه هذا مع جماعه الاخرين ضد. شنو مشكلتنا احنا مع الدول الكل؟ الاصل فيها احنا الدبلوماسيه نتاعنا تبنات على الحياد الايجابي على الاقل، خلينا نقولوا شنو مشكلتنا اصلا مع فرنسا ولا الامارات ولا المحور المصري؟ احنا خذينا مساعدات مهمه جدا من الامارات وايضا فرنسا، شنو المشكله؟ نعم، هو اولا لازم احنا نعملوا يعني توضيح المفاهيم. عندنا اشكال في تونس هي أن نقول كلمة دون أن نعرفها. ما معنى مثلا السيادة أو استباحة الأرض التونسية؟ يعني تونس منذ متى كانت دولة مستقلة أصلا؟ يعني هل يعقل نحن ليس لنا يعني وثيقة استقلال؟ نحن ما زلنا في بروتوكول استقلال، أعطينا الوثيقة بتاع الاستقلال، حتى فرنسا هي التي تتحكم فينا. يعني أتحدى شخص يعرف الجنوب التونسي، ثم منطقة خارج في التصويرة تقول كأن احنا في كوكب جميل جدا، لكن حتى تونسي لا يعرفها. عليه على خطر هذيك الأرض مغلقة، لشكون مغلقة؟ للشركات الفرنسية. الملح متاعنا في تونس، أنا منطقة تنتج الملح، الملح متاعنا وقت تنزل الثلوج احنا نستوردوه. علاش؟ خاطر الملح متاعنا تمشي لفرنسا، ما تحت الأرض لفرنسا، ما فوق الأرض لنا احنا. يعني نحن لا نملك حتى سيادة يعني ماكينة بتاع تخريج البترول. نتحدث عن السيادة، نخشى من زيارة أمريكا، نفرحوا بها ما نفرحوش بها، تقطعها على أي أساس بابا؟ تقطع فيها تحبنا نقاطعوها؟ حتى الذين ادعوا المقاطعة هم كذلك سمحوا لتدخل أجنبي آخر. أتحدث عن بعض الأحزاب قالوا أنهم يرفضون زيارة أمريكا. هي علاش ما لا تاخذ في الفلوس من الإمارات باش أنت تعمل انقلاب وتعمل تهريش في مجلس البرلمان؟ تقول أنا نرفض زيارة أمريكا. هي ما علاش أنت ضيف البلاتو في قنوات تمويلها الإمارات وتمويلها السعودية، ونعرف كم تتقاضى على تلك الخمس دقائق التي تأخذها لتشوه بها الثورة التونسية والمناضلين وأناس ليس لهم يعني لا ناقة ولا جمل حتى في المسار هذايا. ثم أنه يتحدثون عن التدخل القطري والتدخل الفرنسي وكذا. والإمارات مثال شا، يعني الإمارات التي هي تذهب وتأتي وتشتري حتى الأراضي بتاعنا. يعني هل يعقل عنا منطقة اللاك في تونس يمتلكها الأجنبي أكثر من التونسي، ويمتلك ومنطقة في يعني هناك منطقة في شيرة كارتاج يعني خليجيين يمتلكون، واحد عنده ميزون دوت، واحد عاش عنده اي هذيك يا اخي، ماهيش اراضي، ماهيش سياده الدوله. علاش تسكتوا على هذوك؟ على خاطر حيتهم من السعوديه ومن الامارات. ونرفض يعني موقف يدعونا الى العوده الى الشرعيه، الشرعيه بمفهومها يعني الذي عرفه علماء العلوم السياسيه وعلماء علوم الاجتماع، يطلبون عودة إلى الشرعية المنطقية، الشرعية التي يدرسها الطالب، وليست الشرعية التي يعرفها الرئيس بمصطلحاته التي نحن لا نعرفها. يعني على أي أساس تطلب مقاطعة أمريكا؟ لأنها طلبت كذلك يعني الحوار الوطني الذي تمارسه كل الدول، الحوار المفتوح للجميع حتى الكل يعرف يعني بماذا يريد. يعني وكأنهم يريدون فقط الفوضى، العراك، الحقد الذي أصبح حتى في داخل العائلة. يعني هؤلاء الذين يدعون الطهورية في الأخير هم يقومون بفتنة حتى داخل الأسرة التونسية. أصبحنا نعاني حتى من معاه وضد في عراك، لم نعد نستطيع حتى النقاش الفكرة، وهذا بسبب هذا التدخل سواء كان الأجنبي أو حتى الأحزاب التي تمولها الغرب. يعني تحدث الصديق اسكندر عن الذهاب إلى عودة البرلمان. لا، لن يعود البرلمان، وسيلتزم بالدستور العودة لفصل 3 الذي سيذهب به إلى الاستفتاء الشعبي. وأصبح الآن يعني من الضروري أن نتفطن لكل جملة يقولها الرئيس، كل كلمة يقولها نعود إليها للدستور. عندما يتحدث عن إرادة الشعب وعن لا كلمة إلا إرادة الشعب، نذهب إلى الفصل 3 سنرى ماذا يريد تحديدا. يعني ونعود حتى كلماته السابقة، حتى خطبه السابقة. الرئيس له مشروع، الآن الرئيس له مشروع
صرح عنه في 2012، من حضر مؤتمر المحاسبة يعرف فكرته التي قالها لسمير مجول بعد سقوط 25، ليس لي مشكل مع رجال الأعمال وسأذهب إلى تمويل، يعني رجل فاسد ويعني أتمينه على بناء قرية وهو متهم بالفساد، يعني ربما سيبني مدرسة تسقط ولا أبنائنا، يعني بأي منطق لا أفهم، ثم يقول أنه سيحاسب من كذا في منطقة، يعني حتى رأيه في العدالة الانتقالية وهي قد باركها الجميع في دولة عدد 44 يعني شيطنها، لأن له برنامج يريد تنفيذه، يريد نظام يعني التنسيقيات، والآن نراه يختار شخص والي على بنزرت كان ضمن تنسيقياته، هو يذهب خطوة خطوة للبرنامج الذي تحدث عنه في حملته الانتخابية وفي كل تدخلاته التلفزية منذ 2011، هو الآن ينفذ ما قاله حرفيا. حتى السيادة التي تحدثوا عنها لا نسمح لها، لا لقد سمحتم، وأريد أن أتحدى من يقول لنا لماذا ذهب قيس سعيد إلى الرئيس عفوا قيس سعيد إلى ليبيا قبل المشيشي وعن ماذا تحدث، والليبيين يقولون شيئا لا يهمنا، يعني ما خرج من ليبيا، يعني هل هو ناطق رسمي باسم فرنسا؟ نعم. أو أنه تلك القبلة التي، هل هناك رئيس يكب على رئيس آخر تحدث هو عن السيادة؟ لا، إذا كان نقول لا للتدخل لا الفرنسي ولا الأمريكي، يعني تكون مقاطعة تبدأ من الرئاسة ثم يأتي بما يمول ميزانية بعد تحطه على السيادة، ما يسالش.